بحثنا في اليوتيوب حول فيديوهات تشرح موقع هيليوم 10، سنجد العديد من الفيديوهات التي تشرح هيليوم 10، لكن كل هذه الفيديوهات يركزون حول أداة السيريبرو للحصول على كلمات مفتاحية، ولكن توجد طريقة محتكرة لم أجد لها أي شرح على اليوتيوب لاستعمال هيليوم 10. توجد أداة في موقع هيليوم 10 يمكنك استغلالها للحصول على نيتشات مربحة جدا تحقق آلاف الدولارات شهريا مع نسبة المنافسة وأيضا نسبة البحث الشهرية حول هذه النيتشات. ستجد أفكار نيتشات رائعة جدا لم تخطر على بالك دون حتى الاشتراك في الخطة المدفوعة. لديك 20 محاولة، يعني 20 محاولة كافية جدا كمبتدئين في مجال أمازون KDP. جميع التفاصيل بعد الانترو، لا تذهبوا بعيدا وابقوا معي. السلام عليكم، معكم ياسمينة من جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي سعادة وفرح وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة محتكرة، وأنا سعيدة جدا لأنني سأشرح لكم طريقة محتكرة لأنه شعار قناتنا هو لا الاحتكار المعلومة. هيليوم 10 هو يعتبر من أغلى المواقع التي تستعمل في مجال أمازون بشكل عام، يعني جميع برامج الربح من أمازون، أمازون FBI، ميرش باي أمازون، أمازون KDP، يمكنك استعمال هذه الأداة، وتعتبر أقوى أداة فعلا لإيجاد نيتشات، لتحليل المنافسة والكثير من الأشياء الأخرى. لكن هذه الأداة غالية جدا، اشتراك الشهري الخاص بها هو 99 دولار، لكن لديهم خطة مجانية فيها بعض الأدوات، مسموح لك استعمال بعض الأدوات بشكل مجاني، وإذا استغليت هذه الخطة المجانية بشكل ذكي تستطيع أن تربح الكثير فقط باستغلالك للخطة المجانية. في هذا الفيديو سأريكم جزء فقط، وسأريكم أداة واحدة فقط، وفي فيديو آخر إن شاء الله سأريكم أداة أخرى جيدة هي عبارة عن إضافة، وسأريكم طريقة لاستغلالها بشكل جيد. إذا كنتم أول مرة تشاهدون هذه القناة، أرحب بكم بكل فرح. أنا ياسمينة، أشارك في قناتي تجاربي في كسب المال من مواقع مختلفة لكي تستفيدوا منها، ولكي أشجعكم أيضا على البدء في العمل الحر أونلاين. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات حتى لا تفوتوا عليكم أي فيديو جديد، لكي يصلكم كل فيديو جديد فور نزوله، وتكونوا أول المستفيدين من معلومات حصرية من نيتشات KDP. ولا تنسوا أيضا اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع، وهيا بنا لنمر لشرح الأداة. ندخل إلى موقع هيليوم 10 ونقوم بتسجيل الدخول أو نضغط على sign up for free لإنشاء حساب جديد. ثم بعد تسجيل الدخول سنجد أداة تسمى Black Box. ركزوا معي، هذه الأداة تعطيك 20 محاولة في الخطة المجانية بدون تسجيل في الخطة المدفوعة. ستستفيد منها كثيرا، وسأريكم طريقة رائعة جدا للاستفادة من هذه الأداة مجانا، تابعوا معي. أهمية هذه الأداة تكمن في أنها تعطيك منتجات أو كلمات مفتاحية لمنتجات في أمازون أو نيتشات حسب البيانات التي ستعطيها لها أنت. إذن سنجرب البحث عن كلمات مفتاحية، سأضغط على Keyword، ثم في Search Volume سنكتب 1000، بمعنى أننا نريد كلمات مفتاحية البحث الشهري عنها 1000 تقريبا، يعني 1000 بحث شهري. ويجب أن تعطي كلمة مفتاحية، لنقل مثلا نريد البحث عن Activity Books، يعني كتب الألعاب. على ذكر سيرة كتب الألعاب، لدي فيديو لطريقة إنشاء كتب الألعاب بشكل سهل جدا عن طريق استعمال أداة تسمى Puzzle Wiz في موقع BookWorks. أترك لكم الفيديو في صندوق الوصف أو في أول تعليق، شاهدوا الفيديو ستستفيدون منه كثيرا. لاحظوا هنا ستعطينا الأداة اقتراحات لكلمات مفتاحية قوية جدا ونيتشات مربحة وتحقق مبيعات هائلة. لاحظوا هذا النيتش Couple Activity Book، نسبة البحث الشهرية 1161، لكن المنافسة تبدو عالية 8000. سنمر إلى نيتش آخر، لاحظوا في الأسفل Dot Markers Activity Book، نسبة البحث عالية جدا 3949، المنافسة 2000. النيتش رائع جدا، إن كنت ستقوم بحملة إعلانية في أمازون فهذا النيتش يحقق لك مبيعات كثيرة جدا. هنا Invisible Ink،
لاحظوا هيليوم هو موقع شامل لكل برامج أمازون كما قلت لكم في بداية الفيديو. فهذا النيتش ضمن برنامج FBA لأنه يعطيك تحليل منتجات في فئات مختلفة في أمازون، وهو صالح لكل من يعمل في أمازون سواء في برنامج FBA أو ميرش باي أمازون أو أمازون KDP. ولكن سأعطيك طريقة الآن للحصول على كلمات قوية من منتجات مختلفة وإضافتها إلى الكتب. ستصدمون من المبيعات إن طبقتم طريقة بشكل صحيح. سأجرب نيش مختلف، سأكتب لوج بوك. يمكنك كتابة كلمة مفتاحية طويلة، سيكون الأمر أفضل، لكن أنا أجرب فقط. سأكتب كلمة لوج بوك لكي يعطينا خيارات أكثر حول اللوج بوك. مثلا سيرش فوليوم، سأكتب فقط 300. لاحظوا جابانيز لوج بوك، نسبة البحث 410 ونسبة المنافسة 79، يعني هذا النيتش مربح جدا، المنافسة عليه لا زالت قليلة. ندخل إلى أمازون ونلاحظ أن اللوج بوك بسيط جدا، عبارة عن سجل بصفحة واحدة يتم تكرارها إلى 100 أو 120 صفحة، وهذا النيتش مربح جدا حسب بيانات هيليوم. الطريقة التي أريد أن أشارككم بها وهي لتحقيق مبيعات أكثر، وهي أن تكتب كلمة مثل ميرمد، هيبو، بينك. سأكتب مثلا كلمة بينك ونرى نتائج البحث عن هذه الكلمة. ستجدون منتجات مختلفة فيها هذه الكلمة ومع كلمة أخرى مربحة. سنأخذ هذه الكلمة ونضيفها إلى كتب، مثلا بينك بلانر 2022. لاحظوا هنا مثال أصلا، بينك بلانر 2022، الفوليوم سيرش هو 525، الكومبيتيشن المنافسة 1000، يعني هذا النيتش هو نيتش مربح. أيضا إذا كتبناه في أمازون KDP وبحثنا عن بينك بلانر سنجد نيتشان في هذا النيتش، يعني هذا عبارة عن نيتشان مختلفا في نيتش واحد، وهذه من إحدى الطرق التي تحقق مبيعات كثيرة، أن تدمج نيتشان مختلفا في نيتش واحد. لدينا مثال آخر وهو First Birthday Pink، سنختار كلمة عليها بحث كبير ومنافسة قليلة ونضيفها إلى نيتش الكتب، مثلا First Birthday Pink Planner 2022 أو First Birthday Pink Logbook for Women أو First Birthday Pink Tracker، First Birthday Pink Activity Book وهكذا. سنمر لنأخذ نظرة حول العروض، نضغط على Upgrade، هذه هي الخطة المجانية وهذه مميزاتها. لاحظوا المميزات رائعة جدا، وأيضا الخطة التي ب 39 دولار لا تختلف بشكل كبير جدا عن الخطة المجانية، لا يوجد أي اختلافات. نسبة استعمال أداة سيريبلو هي نفسها، مرتان لديك مرتين استعمالها في الخطة المجانية ومرتين في استعمالها في خطة 39 دولار. وأيضا البلاك بوكس يمكنك استعماله أيضا 20 محاولة أيضا في الخطة، يعني لا فرق، نستغل بالخطة المجانية أفضل. إذا لاحظنا خطة بلاتيوم التي فيها خيارات غير محدودة لبحث في جميع الأدوات، ولكن كما تلاحظون سعرها 99 دولار. وأيضا توجد خطة أخرى، يعني خطة دياموند التي ب 249 دولار. طبعا للمحترفين في مجالات أمازون KDP أو FBA أو ميرش باي أمازون ويحققون الملايين، هؤلاء بطبيعة الحال مشتركون في هذه الخطة، وتعتبر هذه الخطة لا شيء مقارنة مع الأرباح التي يربحونها. يعتبر موقع هيليوم 10 من أغلى الأدوات الخاصة بمجال أمازون والربح من أمازون بجميع برامجه. إن كنت تستطيع استثمار مبلغ 99 دولار لشراء الخطة المدفوعة والاستفادة من الأدوات الكثيرة، ستجد في صندوق الوصف كوبون خصم بنسبة 50% لأول شهر، يعني نسبة رائعة جدا لأول شهر، تستفيد من خصم أول شهر 50%، ولكن حاول أن تستفيد من هذا الشهر أقصى استفادة ممكنة، وبعد ذلك يمكنك الاستثمار إذا وجدتها فعلا أداة مفيدة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو. إذا استفدتم من الفيديو شاركوا الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع ويربح الجميع. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. كانت معكم ياسمين، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأجدد الفيديوهات فورا نزولها. مع السلامة.